بسم الله. موضوع الأنشطة اللاصفية بالذات خطابي للمدارس ولأولياء الأمور يضغطوا على مدارس الأبناء طبعا بكل حب وود، موضوع كثير قديم لكن والعالم من منذ القدم حكى عنه، وحكي هلأ مثال من تاريخنا، لكن للأسف ما زالت كثير من مدارسنا بالوطن العربي لا تؤمن بأنه التعليم تحول من معلومة وكتاب وحفظ وتلقين إلى التعلم النشط أو التعلم بالنشاط الصفي ولا صفي. أحد الأئمة أصحاب الخبرات من تراثنا كان يرفض التعليم داخل القاعات، سواء حتى في المساجد أو في الكتاتيب أو في قاعات المغلقة. طب وين كان يعلمهم؟ كان يعلمهم زي ما الآن في منظومة عالمية جديدة في التعليم اسمها الاي بي سيستم، الانترناشنال بكالوريا، يقولون بأنه نصف التعليم يجب أن يكون خارج قاعة الصف في الساحة في 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 الأماكن الخارجية. هذا اللي كان يطبقوه ما قبل مئات السنين علماءنا وأئمتنا في تدريس أبنائهم بالذات في مراحل الطفولة المبكرة والمتوسطة، اللي هو خارج الأسوار. وفي كتب حتى مدارس بلا أسوار ألفوها ألفت في الغرب. فموضوع الأنشطة اللا صفية هي من أهم المكونات الأساسية الآن للتعلم. الآن الكتاب المدرسي والمعلومات الموجودة فيه يمكن الطفل بكبسة زر يوصل لآلاف مؤلفة من المعلومات في كل الموضوعات، لكن الطفل بحاجة لأن يبحث من خلال نشاط جسدي ذهني انفعالي مجموعات عن المعلومة حتى ترسخ أكثر وأكثر في باله. شاهدت مدارس حتى في الوطن العربي، أنا بحكي الآن مش بالغرب، لما يأخذوا وحدة عن النجوم والكواكب بأمن اتصال مع وكالات فضاء عالمية زي ناسا وغيرها، والأطفال بتواصلوا مع علماء سواء على الإيميل أو على بعض البرامج اللي فيها حديث وحوار صوت وصورة، وبعملوا البروجكت والمعلم ميسر مسهل بعاون الطلاب لكن ما بلقنهم تلقين نشاط بحث. إحدى المدارس في الأردن مثلا، المدارس صف خامس سادس صفوف صغيرة، عملوا سيارة طاقة شمسية، عملوا سيارة وصلوها وشبكوها، والآن الكل بيعمل هيك لكن طلاب خامس سادس. إحنا نشوف بالجامعات، لكن في مدرسة في الأردن طلابهم عملوا سيارة صغيرة تسير بالطاقة الشمسية. وأنا شخصيا شاهدتهم، ما تتخيل قديش الإبداع بهذا النشاط، وصل لهم كل معلومات الطاقة اللي الطالب إذا أنت بدك تلقنه إياها تلقيم راح يشعر بضيق وحرج ومشان الله، وسمع وغمض عينيه ويسمع، خليه من خلال نشاط يتعلم هاي المفاهيم. يا ريت التعلم النشط أو الأنشطة اللاصفية تصبح أساس في وزارات التربية والتعليم وفي المدارس، سواء كانت التابعة للقطاع الحكومي الأهم أو القطاع الخاص المهم جدا كمان، حتى يكون في عندنا جيل جديد مش بس طالع حافظ المعلومة وأول ما يخلص الاختبار يرمي الكتاب للأسف وينسى المعلومة، لا هو مستمتع من خلال التعلم النشط، وصل للمعلومة طبق المعلومة جرب المعلومة اتناقش مع زملاء المعلومة اتواصل عمل بحث عمل استقصاء اتساءل عشان ينضج أو تنضج المعلومة بشكل كافي عند طلابنا. احنا لما نحكي جيل جديد نحكي جيل يجب أن يتمتع بحبه للمعرفة مش بسخطه على المعرفة جراء التلقيم والتهديد للوصول للمعرفة، واستبدال هاي الطرق بالتعلم النشط حتى يوصل المعرفة بمتعة وسعادة. ويا رب يكون دائما جيلنا جديد مميز.